الحمد لله. هيئات شرعية، نريد هيئات شرعية حقيقية، لا نريد هيئات شرعية تعد الناس بتصفية الحرام في المصرف بعد 5 سنوات ثم 13 سنة ولا زالت ثلث أعمال البنك حرام والثلث كثير وهناك مزيد، وعجبا. ولذلك لابد أن تكون هيئات شرعية حقيقية تخاف الله عز وجل، لابد أن تكون هيئات شرعية مستقلة غير تابعة لمجلس إدارة المصرف وعد أقسامه، أن تنفذ قراراتها فورا وعلى جميع الأقسام، أن يكون أعضاؤها مؤهلين للفتوى الشرعية، أن يكونوا معروفين بالورع والأمانة والديانة وعدم التساهل، وهناك مزيد.